تواصلت الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لمدة 4 سنوات لأوكرانيا، كانت مجمدة سابقا بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل إن القادة 27 اتفقوا على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا الاتفاق يضمن تمويلا مستقرا على المدى الطويل لأوكرانيا.